وجد الحلاوي وكتوجد الشباكيه وما عادش كتوجد رمضان. انا ما في خباريش واش رمضان كاين غدا ولا ما كاينش، ما عنديش ليه احساس، ما فراسيش واش كاين، والله ما مستقبله. راه ما غاديش نسكت على حقي، راه انا مغربي عباد الله، رانا مغربي عباد الله، رانا مغربي، راه ما يمكنش، راه ماشي من داك النوع اللي كيقتل راسو، راه انا ماشي من داك النوع اللي كيقتل راسو، راه ما نقتلش راسي، راه ما نستسلمش، راه ما يمكنش ليا نقتل راسي ونخلي لكم التيران خاوي. اخويا انا الاسم ديالي جواد، كنسكن في دوار لاله ركراكه، جماعه سيدي موسى المجدوب، قياده سيدي موسى المجدوب، عماله المحمديه. عندي واحد المشكل، هو اصلا ماشي مشكل، المشكل داروه لي الناس المسؤولين ديال السكن الغير لائق، محاربه السكن غير لائق. كيفاش دابا في 2013 جات استفاده كتفرق في دوار لاله ركراكه، يعني جات استفاده كتفرق في دوار لاله ركراكه بحكم انا عندي محل والوالد عنده محل، جابوا الوالد استفاده ديالو، يعني جابوا لي الاستفاده في 2013 وقالوا لي غادي دي لينا معاك، يعني خاصك دي ولدك معاك. كيفاش؟ قالوا لي زعما ولدك مجوج في 2011، يعني كون تجوج في 2010 غيستافد، تجوج في 2011 ما يستافدش، وهادشي كله غير قوالب وكذوب. يعني انا كنعرف اللي كانت 2011 قرار غيخرج، راه خاصو يصوت عليه برلمان، خاصو على الاقل يكون مكتوب في واحد اللافته ومكتوب في القياده، خاصو يتكتب عنوان موضوع. المهم دابا هما ملي عطاو السيفي في 2013 جا قال لي دري لقي دري، يعني دير لنا واحد الالتزام زعما باش تخلي لنا ولدك، ما والو دير لنا ولدك معاك. جات 2016، يعني من قبل 2016 السيفي هذا كتفرق في دوار لاله ركراكه، راه كتفرق بدون احصاء، يعني كتفرق عشوائيه باش القايد يدير اللي بغا والمسؤولين معاه كاملين يديروا اللي بغاو في الدوار، كيعطيو لمن بغا يقلعوا لمن بغا، الدوار ما محصيش، راه يعني راه هي هذه هذا عنوان يكفي. ملي جات 2016 جا الاحصاء، يعني ملي جا الاحصاء كيسهر على الدوار وكيحصي بالراكب بالراكه، جا عندي البركه ديالي انا كيدير ليا فيها 39، كيجي البركه ديال الوالد تيدير فيها 40، هذا راه اعتراف باللي انا عندي الحق في الاستفاده، ما كاينش فيها تخرشيش. وزيد على هادشي هو انا عندي لاكارت قديم، عندي وليداتي، عندي جوج ديال الوليدات، وعندي الزوجه ديالي، واش انا غنمشي مع امي ولا غنمشي مع خوتي ولا مع خواتاتي؟ ما غنمشيش معاهم، انا باغي حقي بحقي، انا بغيت داك الحق اللي عطاه لي، اللي عطاه لي يعني الدستور، ولا اللي عطاته لي سميتو عليه اللجنه ديال الاحصاء، واللي عطاه لي صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياده، لان هذا المشروع هذا هو اصلا مشروع ملكي. كيفاش مشروع ملكي؟ لان التدشين الانطلاقه ديالو كيعطيها الملك صاحب الجلاله، الله يطول لينا في العمر ديالو. وانا كنوجه ليه هذه الرساله، حيتاش انا ما بغيتش نبقى كنضيع ونموت عرق بعرق. الناس كتوجد الحلاوي وكتوجد الشباكيه وما عادش كتوجد رمضان، انا ما في خباريش واش رمضان كاين غدا ولا ما كاينش، ما عنديش ليه احساس، ما فراسيش واش كاين، والله ما مستقبله. على مالي انا مش مواطن، ما عنديش وليدات ديالي، ما غنجيب لي، ما غنوكلهم، ما غنديرهم. والغريب في الامر عباد الله، راه الغريب في الامر هو الناس تيقولوا لك الجواج 2011 ما يستافدش، ودابا الزوفري كيستافد. دابا واحد داير في داري اللي زنا صوبوا لي شهاده سكن، صوبوا لي ثمن وراه 2016، من قبل 2016 راه ما كانش ساكن، الله يرحم ليكم الوالدين، راه ما كانش ساكن وعطيتو استفاده. علاش عطيتوه لي؟ لانه هو تحصى، جا الاحصاء ديال 2016 وحصاه في البراكه ديالو وعطاه استفاده، وتانا راه حصاني وعطاني. واليوم انا بغيت نوجه واحد الرساله للناس المسؤولين باللي القيد ديال قياده سيدي موسى المجدوب حقر عليا، وبان اللجنه اللي سهروا اللي سهره على هذا الملف حتى هي حقراتني، محقوره عباد الله، انا ومقهور. شكون فيكم، شكون عباد الله اللي يقدر يعطيني حق ديالي؟ كيف يعقل انا كنسكن في دوار لاله ركراكه في النواحي ديال المحمديه، وجاي للبرنوسي وكنت غادي للواجهه، كنت غادي الجهه ديال الدار البيضاء، وبحكم انني ملي جيت هنا اصلا انا مريض وعندي تنفس وما قدرتش، الطاقه ديالي ما تقبلتش لي، يعني ملي دخلت الدار البيضاء بحال تخنقت، حدي البرنوسي وليت كنتصل بالصحافه باش يجيو عندي. كنشكر هذه القناه هذه ديال الاشواق اللي هي استجبت لي وجات عندي، الله يرحم الوالدين. صراحه الاكسجين ديالي انا هو ملي كنوجه هذه الرساله لويس، انا بغيت تحقيق. 2000 ساحنا راه ساكنين في 2007 وصوبنا لاكارت في يعني 2007، حتى جات 2011 عاد غنصيبوا شهادات السكنه، ومن قبل 2011 ما ساكنش. وترى نجيك من الاخر، والغريب في الامر هو مني بدات كتفرق استفاده في دوار لاله ركراكه، ورا استفاده كتفرق من هنا، والمحالات كيتبناو من هنا،
واليوم المحلات اللي تبنوا في 2015 واستفادوا في 2013 والمحلات اللي تبنوا في 2015 كيستافدوا. حسبي الله ونعم الوكيل. عتقوا الروح عباد الله، عتقوا الروح. واش يمكن ليا نوقف اخا؟ واش يمكن ليا نوقف؟ راه انا مغربي انا وكنبغي نفتخر بالمغربية ديالي. الله يرحم والدي. اسمح لي اسمح لي، انا راه ما غاديش نسكت على حقي، راه ما غاديش نسكت على حقي. راه انا مغربي عباد الله، رانا مغربي عباد الله، رانا مغربي. راه ما يمكنش، راه ماشي من داك النوع اللي كيقتل راسو. راه انا ماشي من داك النوع اللي كيقتل راسو. راه ما نقتلش راسي، راه ما نستسلمش، راه ما يمكنش ليا نقتل راسي ونخلي لكم التيران خاوي. كنحمل المسؤوليه ديال هادشي اللي وقع ليا في الاستفاده، كنحمل القيد اللي هو كاين دابا. خليني من القيد اللي مشى، هذاك مشى قضى غرضه ومشى بحالو. كنهضر انا مع القيد اللي كاين دابا، كيطاول عليا باغي يشد لي حقي في الاستفاده. والدليل هو الاحصاء حصاني، وانا اي واحد انا كنتحمل المسؤوليه ديال اي كلمه قلتها هنايا. والناس الناس الناس اللي هما ساهرين على هذه الاستفاده ولا ساهرين على هذا الوطن فتحوا تحقيق، ربما انا غنوجه واحد النداء للحموشي واخا هو ما عنده علاقه بالاستفاده. طبعا هو ما عنده علاقه بالاستفاده وما عنده حاجه، ولكن انا بغيت نوجه له واحد النداء. الله يرحم الوالدين، راه واحد النهار تقدر توقع واحد الجريمه، وتوقع هاد الجريمه الله اعلم. راه ما عرفت، راه حسبي الله ونعم الوكيل. واش ملي غتوقع هاد الجريمه ما غيتدخلش فيها هاد السيد الحموشي؟ غادي يتدخل، ولكن ماذا بيا انه يتدخل دابا؟ ولا الناس اللي مسؤولين يعني عنده وصل معاهم انهم يتدخلوا؟ انا كنطلب على تحقيق، ما كنطلبش حاجه، تحقيق. الام ديالك كيف تعيش دابا؟ وليدات انت؟ انا عندي المحل ديالي والواليد عنده المحل ديالو. الواليد راه استفاد في 2013 وتقلعت لي الاستفاده حاز على اساس باش انا وولدو نمشي معاه. سمعني، ما يمكنش ليا غنمشي مع با. راه عندي وليداتي وهو عنده ولاد، وراه يعني راه غينقلونا من تشرد الى تشرد اخر. وهذا دابا انا كنطالب بان الواليد ديالي اللي توفى في 2020 خلى الوالده في المحل ديالها. الارمله وكاينين ارامل اللي في دوار لالا ركراكا استافدوا، وكاينين زوافريه استافدوا. كيف يعقل ان الزوافري كيستافد وانا اللي عندي وليداتي ما نستافدش؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اش غنقول لهم؟ انا عتقوني الله يرحم لكم الوالدين. انا كنطالب بتحقيق الجهات المعنيه والجهات اللي عدل يعني ما دبي ان الجهه تدخل ديال الدار البيضاء، لان هي كتحكم في المحمديه ولا العماله ديال المحمديه ولا مندوبيه السكن اللي هي اصلا هذه المندوبيه السكن لاعاده الادماج هي كمسؤوله في هذا الملف. اش كتقول؟ كتقول لك اخويا على عندك الباب ديالك عندك استفاده. صاحب جلاله كيقول في الدستور ديال 2011 الحاله المدنيه عندها الحق في السكن. عتقوني محقور، قسم بالله العلي العظيم. انا يا دابا كنفكر شي مرات باش ننتحر، ولكن لا نقتل راسي. وانا ما نقتلش راسي اصلا. واش انا ميت وغنقتل راسي؟ وانا ميت خلوق، ما تنصفتش، حقي مهضوم. وانا كنعتبر راسي ميت واخا انا حي. راه ميت، راه كاينين اللي حيين وميتين، وكاينين اللي ميتين وباقيين حيين. وانا راه من دوك الناس اللي هما باقيين حيين ولكن راه ميت. انا بغيت الناس يديروا تحقيق، راه حسبي الله ونعم الوكيل. مي بغى انا القيد كنوجه ليه الرساله بانك انت تعديتي عليا، بان القيد ديال القياده ديال سيدي موسى المجدوب بانك تعديتي عليا وظلمتيني. لا انت ولا اللي قبل منك. اعطوني حقي، الاحصاء عطاني الاستفاده ديالي، اعطوني الاستفاده ديالي. والوالد راه كطالب في الاستفاده ديالها لان عنده ولاده، وراه غدا ولا بعد غدا الله اعلم. واش بغيتونا تنموتوا ولا تنقتلوا بعضياتنا ولا تنتقاتلوا ولا شي حاجه؟ انا بغيت ملف، هذا الملف ما بغيتوش يبقى مسدود، بغيت تحقيق. حسبي الله ونعم الوكيل. راه عندي لاكارت دابا. واحد النقطه غنزيد نضيف على هذا الشيء، وانا انت اخويا ما عنديش حاله المدنيه دابا. اسمع اخويا، ما عنديش حاله المدنيه، ما مصيباش اصلا. تزادوا عند الوليدات سجلتهم في المقاطعه اللي كيتزادوا عليها في المحمدي في راود سوس، ولكن ما درتش حاله المدنيه. علاش ما درتش حاله المدنيه؟ احتجاجا على هذا الشيء اللي كيوقع، على هذا الظلم وهذا الحكره. انا ما غندير حاله مدنيه، ما غنصيب لا لاكارت لا والو، ما بقيت غندير حتى حاجه في هذه البلاد. ولكن انا ما غنقولش لكم فتحوا لي الحدود نخرج، وراه بلادي هذه. وانا ما طالب فيكم حتى واحد باش انه غيسمح لي نعيش في هذه الارض. راه غنعيش في هذه الارض باي كان. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.